تعال نشوف جمعية الآثار في اسكندرية. اوه بقول لك بقى ده جزء من ثروتنا اهو. جمعية الآثار في اسكندرية أنهوا بالفعل مشروع ترميم وحماية وتطوير جبانة الشاطبي في اسكندرية. ما هو مصر دي في كل شبر هتلاقي آثار وثقافة وحضارة. طب جبانة الشاطبي دي هتفتتح؟ أيوه. يعني هنروح نتفرج ونزور ونستفيد؟ أيوه. إمتى؟ قريبا جدا. المشروع بدأ سنة 2020. الهدف بالتأكيد هو إنقاذ هذه الجبانة الأثرية من ارتفاع منسوب المية الجوفية اللي كانت فيها وعوامل التعرية الناتجة بمرور الزمن. تم إنشاء مركز للزوار، وهذا المركز مركز حديث. يعني إيه؟ يعني مش مجرد مركز بنستقبل فيه الزوار اللي داخلين ونقطع التذكرة ونروح ونخش نتفرج وبعدين نروح، لا، في بقى وسائط إلكترونية حديثة تحتوي على المادة العلمية عن تاريخ اسكندرية بشكل عام، عن الجبانة بتاعت الشاطبي بشكل خاص، متحف أثري طبعا مفتوح في وسط أو في على سطح هذا الموقع، مدرجات مكشوفة للعروض الثقافية والترفيهية وما إلى ذلك. يعني اللي كنا بنحلم بيه زمان من 20 و30 و40 سنة بيتحقق دلوقتي واحنا بنتكلم. معايا على التليفون دكتور عزت زكي قادوس، استاذ الاثار اليونانية والرومانية بكلية الاداب جامعة الاسكندرية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي الصحة يا دكتور عزت؟ انا سعيد يعني طبعا بان اكون ضيف حضرتك. ده احنا نتشرف يعني يا دكتور، ما تقولش كده، ده احنا اللي نتشرف. احنا دايما نتشرف بان احنا يعني يبقى في معانا احاديث مع العلماء والاثريين والاساتذه الكبار، وده شيء مهم جدا ويهمنا انه ده دايما يوصل للناس. يا دكتور عزت، اقدر اقول امتى باذن الله نقدر نروح نزور جبانه الشاطبي؟ والله هو طبعا خلال يعني ايام قليله تقريبا، يعني خير وبركه، ممكن نزور هذا المكان يعني ان شاء الله. وباذن الله يعني هو المكان اتغير خالص يعني عن مكان عليه، باعتبار انه كان مكان مدمر يعني تقريبا للأسف. طبعا مش نتيجه اهمال ولا حاجه، ولكن نتيجه وقوع الجبانه على الكورنيش، مباشره على كورنيش اسكندريه في منطقه الشاطبي، وبالتالي معرضة دايما لرياح اللي بتهب من البحر والنوات والأمطار و فبكل الحاجات دي طبعا بتأثر تأثير كبير على الموقع كله. والميزة هذه جبانة انها اقدم جبانة في الاسكندرية، يعني اسكندرية انشأت سنة 331 قبل الميلاد على يد الاسكندر الاكبر، وبعدها تقريبا بعد وفاته في 323 واصبح المدينه يعني جاهزه للبناء، بترجع يعني الجبانه دي 320 او 315 قبل الميلاد، يعني في اول منطقه تم فيها دفنات، وكانت بتقع في جوار الحي الملكي، لكن مش هي المقبره المقابر الملكيه عشان بس الناس ما تروح دماغها لمقبرة الإسكندر الأكبر والحاجات اللي احنا بنسمع عنها، لا، هي جبانة يعني طبعا للطبقة المتوسطة نقول يعني، ولكنها خارج أسوار الإسكندرية، لأن فيما عدا الجبانة الملكية اللي كانت داخل مدينة الإسكندرية جبانات بالكامل كلها شرقا وغربا يعني خارج أسوار المدينة، فدي ضمن الجبانة الشرقية اللي بتتكون من منطقة الشاطبي، الإبراهيمية، كليوباترا، مصطفى كامل، سيدي جابر، كل المنطقة الحضرة، كل دي جبانة الشرقية للمدينة، واللي كان الدفنات بتاعها يعني كلها يونانية، جبانة اللي كانت منطقة الأنبوشي وكم الشقافة والورديان والمكس، كل دي كانت للمصريين اكتر. فمن هنا طبعا الجبانه او المقبره بتاعت الشاطبي مبنيه على الطراز اليوناني. الطراز اليوناني اللي هو يعتبر تمثيل للمنزل اليوناني، بمعنى ان
العقيدة اليونانية كانت بتعتقد زيها زي المصرية ان الميت طبعا بينتقل من حياة الى حياة اخرى، وبالتالي بيصحى تاني وبيعيد حياته. فمن هنا بنوا له المقبرة على نفس نمط البيت اللي كان ساكن فيه، يعني فناء وحواليه الغرف اللي موجودة بتاعت الدفن، بحيث ان هو يعني العقيدة ما يصحى يلاقي نفسه في المكان اللي هو يعني اتعود عليه. طيب ده كلام من هنا كانت المشكلة المياه الجوفية، القرب المنطقة من البحر، من مياه البحر طبعا، ولا حاجة انها بتقع على الكورنيش مباشرة. ايوه. فمن هنا طبعا حصل المياه الجوفية اثرت بشكل مرعب على المكان، وده كانت يعني المشكلة الكبرى في الموضوع. ما جينا نشتغل طبعا بتمويل من احدى الجمعيات العلمية في قبرص طبعا اليونانية، اتشجعهم لان دي اثار تعتبر اثار اجدادهم برضو في الاسكندرية. فمن هنا قامت جمعية الاثار، وعلى فكرة جمعية الاثار في اسكندرية اقدم جمعية اثار في مصر والعالم العربي، 1890 تأسيس هذه الجمعية، فبقى لها أكثر من 135 سنة تقريبا. وبتضم الحقيقة نخبة العلماء الأثريين في اسكندرية، وطبعا من جامعة الإسكندرية معظم مجلس الإدارة من أساتذة الآثار، وانا اشرف ان انا عضو في مجلس اداره هذه الجمعيه طبعا منذ زمن طويل. فعندنا يعني امكانيات تعتبر بسيطه، ولكن مع التشجيع اللي احنا لقيناه من كافه وزاره الاثار والسياحه والمعاهد العلميه الاخرى، يعني قدرنا ان احنا نحافظ على هذا المكان ونرجعه الى طبيعته، يمكن افضل كمان من ما كان عليه. وانتهت تقريبا مشكلة المياه الجوفية كاملا، لان كان في وقت من الاوقات ما بنقدرش ندخل المقبرة من المياه اللي جوه بسبب المياه. طب دكتور عزة، عشان بس اقول للسادة المشاهدين ان المدافن عبارة عن بيبقى زي سرير جنائزي بنقول عليه، زيه زي السرير اللي في البيت بمرتبة او مرتبتين، وعلى جانبين مخدتين هنا ومخدتين هنا عشان ينام عليهم الجثة، بحيث لما يصحى يلاقي السرير بتاعه اللي كان نايم عليه في البيت موجود عنده دلوقتي في المقبرة. أما المنظر اللي حضرتك وريته اللي هو المربعات اللي حضرتك يعني وريتها لنا في الصور دلوقتي، دي جت في العصر الروماني بعد استغلال يعني المنطقة يعني في العصور المتأخرة، وأصبحت إنها بنقول على لكل او لكل او فتحات للدهن اللي بتتحط جوه المربع ده. طبعا بيكتب تاريخ وفاته او وظيفته او غيره، يعني زي تقريبا اللوحات اللي احنا بنشوفها في المقابر الحديثه بتاعتنا. صحيح. ايوه ده الصوره اللي فاتت على طول دلوقتي، دي بتعتبر يعني دي طبعا المكان ده طبعا الموضوع ده، بتحس ان الغرفه الواحده اللي كانت بتاخد يعني متوفى واحد بتاخد لها 20 و30 متوفى عن طريق هذه الارقب، اللي تشبه يعني الى حد كبير يعني دلوقتي يعني اسف يعني في التشبيه المشرحه اللي في المستشفيات، هي بتبقى اقرب يعني للعيون في المقابر اكثر حداثه. عيون للدفن. طب دكتور عزة، يعني وضع الجثة واغلاقها، هل في مواقع أثرية أخرى في الأسكندرية إحنا شغالين عليها دلوقتي؟ والله هو عندنا برضه اللي حصل برضه نفس الشيء بتاع الموضوع المياه الجوفية اللي كان يعني ممثل يعني مشكلة كبيرة جدا، مقابر كوم الشقافة اللي هي الكاتاكومب. الكاتاكومب دي الوحيدة من نوعها في مصر، مفيش غيرها في مصر اللي هي في اسكندريه، مقبره ثلاث طوابق تحت الارض بالكامل، لا يظهر منها ولا اي جزء خالص الا انها كلها تحت الارض وعلى ثلاث طوابق سفليه، كان بيوصل لها برضه ال يعني فيها يعني امتزاج بقى بين الحضاره المصريه
والحضارة اليونانية والرومانية، بعدين كده لها طابع وما فيش مثيل لها إلا في إيطاليا. ما عندناش هنا لا في شمال أفريقيا ولا في مصر أي حاجة مشابهة لها، لذلك دي تعتبر درة المقابر أو الزيارات السياحية في الإسكندرية، هي والمطرح الروماني أو ما يطلق عليه المطرح الروماني. حياة غنية جدا بالآثار، لكن يعني بتستلزم شوية دعاية برضه يعني من الإعلام، وحضراتكم يعني تقدروا تساعدونا. احنا مع حضرتك اهو في أي حاجة يعني، ودايما بالعكس احنا هنبقى عندنا سعادة حقيقية ونبقى متشرفين إن احنا نشتغل على ده أكتر مع حضراتكم. ده جزء ولو تحت أمركم، وده جزء مهم جدا من واجبنا. أي موضوع ندخل فيه. أشكرك يا دكتور عزت، كل الشكر للدكتور عزت زكي قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.